يتراجع بها الين مقابل الدولار. نظرة أيضا على الأسواق الأوروبية بشكل سريع. بالطبع أهم نقطة الآن والفوكس هو على اجتماع وزراء المالية لمنطقة اليورو بما يخص تخارج اليونان من منطقة اليورو. الاحتمال هو 25% أن تتخرج اليونان من الوحدة النقدية الأوروبية. خلافات لا تزال بالطبع قائمة بين اليونان والمسؤولين الأوروبيين حول خطة الإنقاذ. للمزيد حول الأسواق العالمية حول ما نراقب اليوم ينضم إلي مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور الدين أهلا بك. الفوكس كله على أوروبا ما دام وول ستريت مغلقة اليوم بجلسة الاثنين. برأيك ما هي التوقعات؟ هل فعلا سوف تنضم إلى نسبة 25% المتوقعين تخارج اليونان من منطقة اليورو؟ في الوقت الحالي يعني بعد الذي حصلنا عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع هو الحديث مرة أخرى من ألمانيا على عدم إجبار اليونان على أن تقوم بطلب أي مساعدات أو حتى البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن لا أعتقد بالنهاية يعني سيكون هناك في تخارج، سيكون هناك بالنهاية تراجع من قبل ألمانيا وحتى تراجع من قبل نفس اليونان أن يكون هناك في التوصل إلى حل وسط إكستنشن أو أن يعطوهم أيضا فترة أطول من السابق، لأنه بالنهاية ألمانيا تخشى من الدومينوز إيفكت أو اللي هو فيما لو خرجت اليونان سيكون هناك لدينا بالفعل المزيد من الدول التي قد تخرج من الاتحاد الأوروبي وأهمها ستكون أو أولها في الغالب ما ستكون إيطاليا. كيف تتحوطون الآن قبيل أن نسمع final decision بما يخص هذا الموضوع؟ هل فعلا ترى أنه هل السيناريو حيتحقق؟ وإذا كان هذا هو السيناريو كيف تمركزون أنفسكم بما يخص اليورو تريد؟ نعم، اليورو على الرغم من كل الذي حصل خلال الفترة الماضية والانخفاضات التي شهدناها على إثر حديث الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، إلا أنه التوجه نحو الدولار الآن بدأ لدينا على الأقل بالانخفاض أو التراجع لسبب مهم جدا. اليوم كان لدينا أو اخترت رسمين مهمين بالولايات المتحدة الأمريكية وهي أرقام الريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة الأساسية والعامة. أولا الذي شهدناه خلال الشهر الماضي اللي هو شهر يناير وشهر ديسمبر انخفاضين للشهر الثاني على التوالي، لم نشهد مثل هذه الانخفاضات أو بسوء هذه الانخفاضات منذ العام أولا 2012 عندما انخفضت مبيعات التجزئة بثلاث أشهر على التوالي، وأيضا في العام 2008 خلال فترة الأزمة المالية العالمية. لكن الأساسية أو المبيعات التجزئة الأساسية أيضا انخفضت لشهرين على التوالي، وهو أيضا الشيء الأسوأ الذي كان في 2012 الذي عندها قام الفدرالي الأمريكي بوقف أسعار برفع التيسير الكمي أو إضافة التيسير الكمي الثالث. آخر شيء وهو بشكل سريع انخفاض الإمبورت برايسز أو مؤشر أسعار الواردات لأسوأ شهر أيضا في تاريخه أو اللي هي سبع أشهر على التوالي من الانخفاضات الذي شهدناه خلال أزمة المالية العالمية كانت فقط ستة أشهر، الآن لدينا سبعة أشهر. هذا التغير الآن في الأرقام الاقتصادية يقلل من شهية شراء الدولار على الأقل. هذا الشيء قد يؤدي إلى ارتفاع اليورو إلى حوالي مستويات ال 15 إن لم تكن 16 حتى نشهد أي نوع من التغير من الفدرالي الأمريكي، وهذا الشيء الذي أيضا لازلنا نحذر منه أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية لن يحصل في أي وقت قريب سواء في يونيو أو حتى في سبتمبر الجاري. وهذا اللي بتتوقع يكون بمحضر اجتماع الفدرالي اللي حيصدر هذا الأسبوع نور الدين؟ بالتأكيد لا، لأنه الشيء الذي ذكروه بالنهاية هي أنه سيبقي الفدرالي الأمريكي قدر الإمكان نوع من البيشنت أو نوع من يعني الاستقرار والاستابيليتي لأن ينظر إلى الأرقام. لكن هناك في حديث أيضا من بلوسر أو اللي هو أحد أعضاء الفدرالي الذي ذكر أنه فيما لو استمرت الأرقام كما هي وتتراجع مرة أخرى سيكون علينا أن نغير توقعاتنا. هذا الشيء سيغير النظرة العامة بشكل كامل للدولار الأمريكي من إيجابية إلى سلبية، لذلك نستبعد حتى الباريتي في اليورو إلا فيما لو طبعا خرجت اليونان. نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities كنت معي مباشرة من مكاتب ADS Securities من أبوظبي. شكرا جزيلا لك. فاصل قصير مشاهدينا نتابع بعده في جرس الإغلاق.